احنا لما بدانا حملات الكشف على العمليه الجهاز الاداري للدوله احنا بدانا في 2019، والحقيقه نسبه التعاطي ما بين العاملين كانت حوالي 8%. النسبه الحقيقه دي كانت نسبه مخيفه، وكان في توجهات من القياده السياسيه ان احنا يعني نهتم بمشكله تعاطي المواد المخدره وازاي نحمي شبابنا واطفالنا من تعاطي المواد المخدره، بجانب كمان كان في اهتمام من القياده السياسيه ان احنا الحقيقه نكشف على العاملين في الجهاز الاداري للدوله، ودي كانت بعد حصه القفص الشهيره اللي حصلت في عام 2019 وعطفت بارواح العديد من المواطنين الابرياء. لما بدانا حملات الكشف على العاملين وزي ما اشرت لحضرتك نسبه التعاطي 8%، مع استمراريه هذه الحملات بدات النسبه تنخفض، ووجدنا ان مفيش يعني رابع تشريعي، ولقينا ان بعض العاملين مصممين ان هم يتعاطوا المواد المخدره، لان كانت العقوبه كانت عباره عن ايقاف لمده شهر 2 أو 3 وفقا لكل مؤسسه، فما كانش في رابع تشريعي. فكان في الحقيقه يعني اصرار من بعض الموظفين ان هم يتعاطوا المواد المخدره. من هنا بدا التفكير في قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدره. القانون لما صدر في منتصف 2021، وكان من فلسفه هذا القانون ان هو يعطي فتره سماح 6 أشهر لاي موظف عنده مشكله مع تعاطي المواد المخدره ان هو يقدر ان هو يتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن التابع لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي اللي هو 16023، وبمجرد ما بيتصل بالخط الساخن بيتم توفير كافه الخدمات العلاجيه مجانا واستغلالا. استاذ مدحت، دلوقتي الموظف اللي بيكون بيتعاطى المخدرات، حضرتك بتقول القانون خرج بقرار ان هو بيحصل له عمليه فصل من العمل، لكن الموضوع بيكون على مراحل. يعني احنا شايفين هنا مثلا في موضوع موظفين بني سويف اتفصل لمده 3 شهور. لا، خلينا اقول لحضرتك، لا هو مش على مراحل، القانون هو واضح وصريح. القانون هو من يثبت تعاطيه للمواد المخدره بشكل تأكيدي بعد التحاليل التأكيدية بيتم فصله من العمل. ولكن أنا بقول لحضرتك إحنا يعني على مدار ثلاث أو أربع سنوات كنا بنعمل حملات توعوية بآليات طبعا مشكلة تعاطي المواد المخدرة، وكمان حتى بعد تطبيق القانون عملنا توعية بحقوق وواجبات الموظف في آليات القانون. طب ما إيه مدة الست شهور يا أستاذ مدحت اللي حضرتك أشرت ليها، مدة الست شهور؟ انا بقول لحضرتك القانون لما صدر كان من فلسفته ان هو يعطي فتره سماح للموظف ان هو قبل تطبيق القانون ب6 أشهر كان في فرصه لاي موظف عنده مشكله مع تعاطي المواد المخدره ان هو يتقدم للعلاج، وبيتم اعتباره مريض وعلاج مجانا قبل صدور القانون. طيب الكلام ده قبل تطبيق القانون اللي هي فتره سماح 6 أشهر. طب بعد تطبيق القانون ايه اللي حصل؟ حتى بعد تطبيق القانون اللي هو تطبيقه بدا من يناير 2022 وحتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها، برضه من حق الموظف ان هو يتقدم للعلاج، وبرضه بيتم علاجه مجانا وبسريه تامه واعتباره مريض ولم يقع تحت سيطره. طيب استاذ مدحت، موضوع التحاليل على الموظفين بيكون بناء على بلاغ بيجي لحضراتكم فبتقوموا بحملة، ولا التحركات وخطوة إجراء التحاليل بتكون بناء على إيه؟ احنا عندنا اكتر من اتجاه، ان احنا الحملات بتنزل اصلا بشكل مفاجئ وبشكل مستمر على المؤسسات والمصالح الحكوميه بشكل مستمر. ومن يعني اهميه الحملات ان هي لازم تكون بشكل مفاجئ. الحملات دي بتبقى ممثله من صندوق مكافحه وعلاج الادمان، بيبقى ممثله من وزاره الصحه، بتبقى معانا كمان الحقيقه ممثل من الطب الشرعي، لان الطب الشرعي دي هيئه محايده الحقيقه، وممكن يستطيع الموظف عند ثبوت ان هو بيتعاطى مواد مخدره من حقه ان هو يتقدم بتذلق خلال 24 ساعه من ثبوت ايجابيه الحليب الى الطب الشرعي، وبيتم طبعا تحليل نفس العينه والتاكد، وفي حاله تاكيد العينه ان هو ايجابي بيتفصل من العمل. طيب انا عايز اقول لحضرتك حتى بعد تطبيق القانون وحتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها، ان برضه من فلسفه القانون ان هو للموظف ان هو يتقدم للعلاج، وبرضه بيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وبسريه تامه، ولكن بشرط ان هو يتقدم من تلقاء نفسه ويطلب العلاج. اما اذا توجهت اللجنه الى مقر عمل الموظف وتم الكشف عليه وتبين انه يباشر عمله تحت تاثير المخدر، هنا بتقع عقوبه الفصل ويتم فصله. انا عايز اقول لحضرتك ان على مدار الفتره اللي فاتت تقدم اكثر من 17,000 موظف عن طريق القفص الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي اللي هو 16023، وبيتم طبعا توفير كافه الخدمات العلاجيه. ده رقم كبير جدا طبعا. طب استاذ مدحت، بتقول
بنقول ان الموضوع بيتعمل بشكل مستمر، يعني ايه الوتيرة؟ هل كل سنة بيبقى عندنا حملات في مواعيد معروفة وحملات اخرى بشكل مفاجئ، ولا يعني برضو عايزين نعرف امتى بتتعمل الحملات؟ يا فندم الحملات شبه يوميا، حملات شبه يوميا بتنزل لتحليل للكشف عن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في مؤسسات بشكل مختلف، بتنزل في المحافظات في المديريات المختلفة التابعة للوزارات والإدارات، بتنزل في أحياء كل مؤسسات الدولة، بتركز على المناطق الحيوية على المناطق الخدمية. الحقيقة أن هي بتنزل بشكل مفاجئ ومستمر، والحملات يوميا بتنزل. عظيم جدا. عايزة نقف شوية مع واقعة مديرية التعليم في بني سويف، ولتبين ان من 23 موظف في 16 سيدة الفحوصات بتقول ان هم بيتعاطوا مخدرات. تعقيبك ايه اولا يا فندم على الموضوع ده وفكرة ان السيدات بتتعاطى؟ لا انا مش بتكلم على موضوع ان حضرتك بتتكلمي على حاجة في محافظة بني سويف، انا بتكلم بشكل عام. ايوه احنا يهمنا نعرف تعقيبك يا فندم على الواقعة دي وفكرة ان احنا واقفين مع الموضوع لان في 13 سيدة، يعني نسبة مش قليلة ابدا. لا احنا بالنسبة لنا ما بيعنيناش اذا كان سيدة او شاب، احنا كل اللي بننزل احنا بننزل بنتعامل مع الموظف في الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، سواء اذا كانت سيدة او عظيم أو جدا احنا بنسأل على الواقعة لان احنا واقفين معاها من 23 موظف في 16 سيدة بيتعاطوا المخدرات، هل اصبح تعاطي المخدرات منتشر ايضا عندنا في مصر وسط السيدات والنساء؟ لا احنا انا عايز اقول لحضرتك احنا لما حللنا بيانات المتقدمين للعلاج من خلال خط ساخن 16023، يعني احنا مثلا على مدار عام 2022 العام الماضي احنا قدمنا خدمات علاجيه لحوالي 169,000 مريض ادمان، منهم مرضى جدد ومتابعه. لما نيجي نبص بنلاقي ان من عدد المتقدمين كانوا حوالي 4% اناث مقارنه بحوالي 95 او 96% ذكور.